ترامب مذكور في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة إن هو الرئيس الأخير في الولايات المتحدة الأمريكية، ومجرد ما يمسك الملك حرب يوم القيامة هتنتشر في كل الأرض حسب المكتوب في الصفحة رقم 11، تسلسل كل انتخابات أمريكا. هنا بيتكلم عن المملكة المتسيدة على كل الأرض، فبيقول إيه في تسلسل انتخاباتها؟ فيكون مكانه محتقر لم يجعله عليه فخر المملكة، ويأتي بغتة ويمسك المملكة بالتملقات. هنا انت شايف ان ترامب بيخاطب المسيحيين وبيخاطب المسلمين وبيخاطب ده وبيخاطب ده، وبعد محاولة الاغتيال الاخيرة ليه عمال يستعطف الناس، فبيقول لك فيكون مكانه محتقر لم يجعله عليه فخر المملكة، ويأتي بغتة ويمسك المملكة بالتملقات، وازرع الجارف تجرف من قدامه وتنكسر، وكذلك رئيس العهد. يعني ايه الكلام ده؟ إسرائيل وإيران هيصنعوا حرب في الشرق الأوسط كبيرة جدا جدا. ابتدت سيناريوهات هتبدأ دلوقتي. الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي هتيجي عشان تدعم إسرائيل، وروسيا والصين هتيجي تدعم إيران. وروسيا والصين دول جوج ومأجوج اللي مكتوبين في كتاب النبي حزقيال من 2600 سنة، وبقول لك عليهم ده إعلام بقوله لك دلوقتي، إن جوج ومأجوج هم روسيا والصين. فجوج ومأجوج دول هيجوا على طول نهر الفرات، العراق هتقع قدامهم، ودول الخليج هتقع قدامهم، وسوريا هتقع قدامهم، ويجوا عند جبال اسرائيل في محاولة لنازع اسرائيل من الشرق الاوسط او احتلال اسرائيل. في الوقت ده هتتهيج الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي عشان يدافعوا عن اسرائيل، زي ما انت عارف، لان انت عارف ان امريكا والغرب هم واسرائيل روح واحد، روح واحد، المسيحية اليهودية روح واحد. حلو الكلام؟ فهيجوا عشان يحاربوا جوج ومأجوج اللي هم روسيا والصين اللي متحالف معاهم ايران والعرب. كثير من الدول العربية هتسقط، وكثير من الدول الخليجية هتسقط. في الوقت ده ترامب والحزب الجمهوري هيجوا لدعم إسرائيل ويضربوا إيران، لأن نتنياهو هيحاول يفتعل حرب مع إيران قبل ما ترامب يجي في الحكم. فالوقت الوقت قريب، الوقت الوقت قريب، احنا في الأيام الأخيرة، وكل الكلام ده بيتحقق دلوقتي. ليه بقى بيتحقق دلوقتي؟ لان تكمله النبوه بتقول لك ايه؟ من وقت ازاله المحرقه الدائمه واقامه ركس المخرب 1290 يوم. يعني ايه الكلام ده؟ مدينه القدس فيها المسجد الاقصى، بمجرد ما المسجد الاقصى ده يطلع طيار اسرائيلي يقصفه، هنا دي ركسه الخراب، كل الشعوب العربيه هتقوم على اسرائيل والايرانيه، وجوج ومأجوج هيجوا. فهي دي العلامه، العلامه سقوط المسجد الاقصى. فيقول لك من وقت ازاله المحرقه الدائمه واقامه ركس المخرب 1290 يوما، يعني العالم مش هيستمر بعديها 1290 يوم اول لما تشوف الحادثه دي. والحادثه دي على الابواب، لان الحرب الاقليميه دي اول لما تحصل كل المقدسات زي ما انت شايف بتتهد، الجوامع بتتهد، الكنائس بتتهد. فمرصود هذا المسجد الاقصى في وسط القدس. ومدينه القدس دي اخطر مدينه في الارض، لان حواليها هيتجمع كل جيوش العالم. الله بنفسه هينزل كرجل الحرب في المدينه دي، وهينزل يحاسب كل البشر من ايام ادم الاول لايام ادم الاخير، يوم القيامه الشهير. وكثيرون حسب تكمله النبوه، بص، وكثيرون من الرقدين في تراب الارض يستيقظون، هؤلاء الى الحياه الابديه، هؤلاء الى العار الازراء الابدي. يعني كتير من الناس اللي الراقدين في التراب هيستيقظوا من ايام ادم الاول لادم الاخير، هؤلاء الى الحياه الابديه، يعني هيخشوا السماء، الجنه اللي اخواتنا المسلمين بيقولوا عليها، او ارض العجائب. المكان ده، الموضع ده، موضع النعيم. وفي ناس تانية هيخشوا الجحيم اللي هو الازدراء الابدي. فالحكايه مش نهايه العالم، الحكايه فيها سماء ونار، ان الله هينزل في الحرب العالميه الثالثه علشان يحاسب كل البشر. فالوقت الوقت قريب. وتكملة النبوة بيقول لك والفاهمون يضوءون قضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين الى البر كالكواكب الى ابد الدهور. يعني الناس الطيبة، المساكين، الأم اللي راعت بيتها والأب اللي راعى بيته، الله هيديهم الملك على الكواكب إلى أبد الدهور. الكواكب دي يعني إيه؟ بص، إحنا عايشين في عالم ضيق، السماء أو أرض العجائب أو الجنة دي عالم واسع جدا، إحنا نقطة فيه. فإحنا هنخرج من العالم الضيق ده سواء بالموت أو بمجيء نهاية العالم للعالم الواسع التاني. كل المؤمنين بالله هيمشوا في هذا الطريق، أما الغير مؤمنين لن يمشوا في هذا الطريق. زي الطفل الصغير اللي بيخرج من رحم امه، هو فاكر ان رحم امه هو كل الدنيا، مش عارف ان في دنيا واسعه تانيه مستنياه. فاحنا كده برضه فاكرين ان الدنيا اللي احنا ساكنين فيها دي هي كل الكون، في عالم اخر اسمه العالم الواسع، ارض العجائب، الجنه، السماء اللي اخواتنا المسلمين بيقول عليها، والفردوس اللي المسيحيين بيقولوا عليها، ارض النعيم. فالوقت الوقت قريب، فافرح فرح لا ينطق به. ايوه افرح،
نهاية العالم المفروض تفرحك لو انت مؤمن بالله، وتحزنك لو انت غير مؤمن بالله. فافرح فرح لا ينطق به، لان انت ليك حياة ابدية وليك نصيب في هذا المكان. كل اللي عليك تعمل حاجة واحدة بس، تحط الانجيل والقرآن والتوراة وتبحث عن الحقيقة، لان الحقيقة عزيزة النفس ما بتحبش انها تعرض نفسها على حد بتحب اللي يبحث عنها. دور على اللي يشفع فيك، دور على ابن الانسان، دور على كوكب الصبح المنير هسهلها لك، دور على مخلص العالم الوحيد، ان لقيته هتنول حياتك الابدية. الوقت قريب، استعدوا للقاء الهكم.